الحمد لله توفقت بانني جيت برومي في لي دو كوب، والمنافسه ما كانتش سهله، المنافسين كانوا صعاب شويه، خصوصا انه هذا العام كانت منافسه زايده شويه والبحر ما كانش مساهم معنا. ما ابار سا الحمد لله جبت لاكوب. نتمنى خير للمنافسين اللي كانوا معايا ونتمنى تشوفونا كل عام بنيفو حسن. المنافسه لي بيلوت اللي كانوا معايا الحمد لله اللي خرجنا كلنا سالمين من البحر، اللي ما طرات شي اكسيدون ولا ابار سا. المنافسين راه بيان سور ماشي اول مره ديالهم في السيركوي، راه حتى هما عندهم دي زيكسبيريونس، ونتمنى لهم الخير ونتمنى لهم حتى هما التوفيق. دوزنا اليوم البطوله ديال المغرب ليطاب الثانيه ديالها، وتمكنت من الفوز بالمركز الثاني، والفوز هذا كان هدية لكاع الطاقم ديالي والوالدين ديالي وقفوا معايا في هذا الشيء، ونتمنى الدراري الاخرين تاهما يترينيو مزيان ويشاركوا ويتخاتلوا تاهما باش يحققوا هذا الانجاز اللي درت انايا، وان شاء الله نشوفهم في بطوله ديال المغرب، بطوله العالم، بطوله ديال الافريق، كلشي ان شاء الله. اللي كتنظم مرحلة أولى من البطولة الوطنية، وكذلك كأس محمد السادس للجاتسكي تحت الرعاية السامية ديال سيدنا الله ينصرو، اللي كنقدموا ليه جزيل الشكر على الدعم ديالو لهذا الرياضة هذه. تظاهرة وطنية عرفت مشاركة جل الأندية المنضوية تحتوى الجامعة الملكية المغربية للمحركات النارية المائية، عرفت كذلك مشاركة ديال عنصر النسوي للمرة الأولى. الحمد لله النيفو مزيان، مستوى جيد جدا بعد الرجوع من 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 يعني من التوقف اللي كان. كذلك مستوى المشاركه يعني صراحه الجامعه الملكيه المغربيه تحت اشراف الاداره التقنيه فهي فرحانه بهذا المستوى اللي كاين.